عليكم سيداتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في القناه ديالي ديليس ام اليان، واليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الحريشات اللي كيجيو زوينين ولدات، اللي هي حرشه بالدقيق الكامل. الوغ ندوزو المقادير اللي هما 250 غرام ديال الدقيق الكامل، 100 غرام ديال السميده الرقيقه، وعندي 70 غرام ديال هاد لو مينونج. انا درت الزريعه، درت زريعه الكتان، الزنجلان والبافو، وهنا عندي الزبده كنديروا 100 غرام زبده دائبه، وهنا عندي 5 غرام ديال الخماره ديال الكاطو، وشويه ديال الملح حسب الذوق. واكيد غادي نجمعوا بالحليب، هنا كنحتاجوا 170 مليلتر حليب. الو خليكم معايا ونوريكم طريقه التحضير. دابا غادي نبداو الفاينه ديالنا. نزيدو عليها السميد، نزيدو هاد لو مينونج تاع الزرعلة، ونزيدو خمارة الكاطو والمليحة، نزيدو الزبدة الدائبة، وأخيرا الحليب. كنمزجو الكل، نخلطوها هكا مزيان. دابا غادي نغطيها، بعد ما نغطيها غادي نديرها ديريكتومون في الثلاجة ونخليها لمدة ساعة. ضروري تخليوها لمدة ساعة البنات باش تجي ساهلة معكم، وبيان سور ما تهرس لكمش من تكونوا كطيبوها. بعد ما خرجتها من الثلاجة البنات غادي نحطوها هكا، نديرو فوقها واحد لي باتي سيكوريزي باش تجينا ساهلة بزاف. وغادي نديركوها بحال هكا، نسرحوها عفوا، ما خصهاش تجي غليظه بزاف، واكيد ما تجيش رقيقه بزاف، واحد 1 سنتيمتر ديال
الطاجين يطيبوا لي، كنبقى نقلب فيهم حتى يطيبوا، والنار ما تكونش مجهده بزاف باش ما يتحرقوش ويطيبوا لنا من الداخل مزيان. وبالنسبه للزريعه هذه البنات، هذه الزرع اللي درت تقدروا تستغناو عليها لانها هي ديجا عامره بزاف بالزرع. انا كنفضل ندير لها هكا، كنزيد الفوق شويه، واكيد هذه الوصفه صحيه بزاف وكتجي زوينه بالنسبه للفطور او الكوتي. ننصحكم انكم تجربوها البنات ورضايه. ونخلي واحد جوج دقائق ونقلب الحريشات ديالنا، وخليكم معايا نشوفوا النتيجه. وهما الحريشات ديالنا وجدوا، كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين في المنظر، والمذاق لذيذ. انا ديجا طبقت وحده هاد لاغوسيط، دارت لي 9 ديال الحريشات اللي بغى يجربها. وبيان سور كنحضروها مع واحد كاس اتاي مشحر على حقو طريقو، وزويته بلديه ضروري، كتجي زوينه مع زويته بلديه. وكنقول لكم شكرا البنات على المتابعه، وكنتمنى دعموني بجام الى عجبكم لا فيديو، وكنقول لكم المره الجايه ان شاء الله. شكرا.